مشاهدين خلاص يعني النهاردة هننتقل بقى من استاد القاهرة ونروح على طول على يعني مباراتنا في مجمع حسن مصطفى. مباراة النهاردة مباراة مهمة، النادي الأهلي ونادي الزمالك جيم 2 في البيست اوف 3 في الأفضل في ثلاث مباريات. النادي الأهلي يكفي الفوز النهاردة، النادي الأهلي فاز أول أمس 3-0، إن شاء الله الفوز النهاردة. النهاردة مباراة روح، يعني النهاردة رجال الماسترز أو رجال الكرة الطائرة، مباراة النهاردة مش فنيات قد ما هي روح. نتمنى إن شاء الله فرقتنا تكون في حالتها الفنية والنفسية، نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لفرقتنا النهاردة لحسم الدوري، وإن شاء الله نفرح النهاردة فرحتين بتأهل فرقتنا إن شاء الله القبل النهائي في كرة القدم في بطولة أفريقيا، وأيضا نفرح النهاردة بالبطولة الثانية إن شاء الله لكرة الطائرة السنة دي بعد السوبر المصري. وخليني أقول لحضراتكم إن مباراة التالت والرابع كانت قبلينا اتأخرت شوية وانتهت بفوز سبورتنج، وكده تعادلوا 1-1، سبورتنج وسموحة تعادلوا 1-1، فكده هيروحوا لجيم 3 اللي هيكون بعد بكرة إن شاء الله بعد مباراة السيدات. وأكيد طبعا مش هننسى مباراة السيدات بكرة، نتمنى لهم كل التوفيق. امبارح ما كانوش متوفقين ولكن لسه إن شاء الله جيم 3 وبإذن الله تكون لنا الأفضلية. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان أرجع بعد الفاصل أستقبل ضيوفي اللي هينوروني في الاستوديو كابتن رضا الغزالي وكابتن محمد كتات عشان نتكلم ونتناول المباراة فنيا وتحليليا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا خلال الفاصل النادي الاهلي احرز الهدف من خلال عمرو السوليه، كده النادي الاهلي متقدم 1-0، ان شاء الله خطوه تقربنا الى التاهل لنصف النهائي. كل التوفيق لفريق كره القدم. خلينا نروح لصاله الدكتور حسن مصطفى قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليل الاهلي والزمالك في جيم 2 بيست اوف 3 فاينل الدوري موسم 2023 2024. لازم ارحب بضيوفي كباتن النادي الاهلي ومنتخب مصر الكباتن الكبار كابتن رضا الغزالي. اهلا بك يا كابتن رضا. اهلا بك كابتن هيثم، وان شاء الله يكون وشنا كويس كده على النادي منورنا ان شاء الله. يعني حبيبي شرف لينا حبيبي، ربنا احنا اسعد. طبعا مرحب بكابتن محمد كتات نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا كابتن هيثم، منورنا. طيب. ان شاء الله يعني نحتفل النهارده احتفالين كره القدم وباذن الله الكره الطائره ان شاء الله. ان شاء الله نتوج بالبطوله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب احنا الارض الملعب جاهز؟ طب يعني جاهز يا جماعه نروح عزل الملعب؟ لسه شويه. طيب كابتن رضا يعني سريعا كده، ان خلاص يعني هي لحظات المباراه اتاخرت لانه المباراه اللي قبلنا سموحه وسبورتنج انتهت بفوز سبورتنج، تعادلوا 1-1 كده في المباريات، هيروحوا الجيم 3 لحسم الميداليه البرونزيه. كابتن رضا جهاز فني النادي الاهلي نستعرضه مع الساده المشاهدين، اتفضل يا كابتن. الجهاز الفني لرجال طايره الاهلي الاسباني فيرنالدو، ده المدير الفني، مدرب عام محمد السيد، مساعد مدرب محمد الحسيني، مدير الفريق عبد اللطيف عثمان، اداري احمد اسامه، المحلل التقني شادي فهيم، طبيب الفريق الدكتور ايهاب فخر الدين، اخصائي علاج طبيعي اسلام محمدي، اخصائي تاهيل اسامه محمد ابراهيم، محمد شهير الدين مدلك الفريق، شريف محمد صلاح اخصائي لياقه بدنيه. ده الجهاز الفني ل اشكرك كابتن رضا. زي ما طبعا كابتن رضا تفضل وذكر لحضراتكم الجهاز الفني، طبعا مستر فرناندو منذ ده الموسم الاول ليه مع النادي الاهلي، واستطاع ان هو يحصد بطوله حتى الان مع النادي الاهلي وهي بطوله السوبر المصري بعد فوزه على نادي الزمالك، ودي الثاني بطولاته. الراجل جه الحقيقه عمل يعني سياسه جديده وشغل جديد خلفا لكابتن محمد مصالح حميدو اللي قدم مواسم رائعه الحقيقه مع النادي الاهلي. كابتن رضا اجل حضرتك قائمه طائرة رجال النهارده النادي الاهلي اللي بياخدوا هذا اللقاء المهم والمصيري لهذا الفريق، اتفضل يا كابتن. هنقول طبعا بالترتيب الارقام الفانيلات، يوسف الصافي رقم 1، عبد الله عبد السلام رقم 2، عبد الحليم عبو رقم 3، احمد صلاح رقم 4، حماده عثمان رقم 5، محمد رمضان ليبرو الفريق رقم 7، عبد الرحمن الحسيني رقم 8، محمد عصران رقم 9، الكوبي جارسيا رقم 11، ده ليبرو الفريق برضو. حسام يوسف معد رقم 12، سيف حسن عابد رقم 14، عبد الرحمن سعودي سنتر بلوك رقم 15، محمد عبد المحسن برضو سنتر بلوك رقم 16، احمد عزب ضارب مركز 4 رقم 22. اشكرك كابتن رضا، وزي ما حضراتكم تابعتم في اللقاء الاول الكل كان ليه دور الحقيقه
مستر مونزو يعني ادى لكل لاعب دور وكان ليه دور مؤثر في الفوز اللي انتهى 3-0. وكان الحقيقه مباراه يعني ما كانتش برضو بالسهوله، لا اتحط النادي الاهلي في اختبارات كثيره ولكن نجح انه يحسم اللقاء 3-0. خلينا نروح للفريق طبعا الزمالك النهارده، او الديربي زي ما بيقولوا يمكن في الكره الطائره او في كره اليد، اهلي زمالك. يمكن في كره السله وفي الالعاب الاخرى ممكن يكون هناك اكثر من منافس، ولكن خلينا نكون منطقيين في الكره الطائره واليد الاهلي والزمالك. خلينا نروح لضيفي كابتن محمد عشان نستعرض مع حضرتك الجهاز الفني لنادي الزمالك. اتفضل كابتن محمد. الجهاز الفني لنادي الزمالك، المدير الفني هو سيدني بابكي، ده برازيلي، وده بالمناسبه هو ثاني لقاء يديره قصاد النادي الاهلي. احنا انتهى اللقاء الاول 3-0 والحمد لله كان للنادي الاهلي. المدرب العام هو كابتن اشرف ابو الحسن، مدرب المساعد كابتن محمد عبد المنعم، مدرب مساعد تاني كابتن محمد علي، المحلل التقني كابتن هاني سمير، الدكتور احمد سعودي هو طبيب الفريق، الدكتور عبد الرحمن بسيوني ده اخصائي العلاج الطبيعي، كابتن احمد شعلان مدير اداري، كابتن حسن الحسنين اداري الفريق، كابتن احمد سالم ده مخطط الاحمال، وكابتن حاتم انديل مدرب الفريق، وكابتن سعيد ابو العلا اخصائي شؤون اللاعبين. اشكرك يا كابتن محمد. وزي ما حضراتكم يعني سمعتوا بالظبط، يعني يمكن كابتن اشرف ابو الحسن هو اللي كان متولي المسؤوليه من بدايه الموسم وفضل معاهم حتى نصف الموسم تقريبا الى ان جاء المدير الفني البرازيلي لتولي المسؤوليه. وفي هذه اللحظه كابتن اشرف ابو الحسن اصبح المدرب العام. يعني يمكن تاني لقاء زي ما تفضل وقال طبعا ضيفي العزيز كابتن محمد انه هو ده اللقاء الثاني لهذا الجهاز الفني امام مستر فرناندو كمدير فني. ان شاء الله يعني يكون النهارده الحسم لهذه البطوله. كابتن محمد، اعضاء او فريق نادي الزمالك نستعرضه على الساده المشاهدين. اللاعبين هنبدا من صانع الالعاب، هيكون كابتن احمد فتحي، كابتن اشرف اللقاني، كابتن ياسين محمد، ده في صانع الالعاب. مركز 2 هيكون مروان الصافي ورضا هيكل، مركز 3 هيكون عبد الرحمن الشحات ومعاه محمد عادل دوله ومعاه محمد مهدي، مركز الليبرو شريف الشرقاوي ومحمد رضا، مركز 4 احمد يوسف عفيفي وهو ده كابتن الفريق، واياد ثابت، والليبي محمد ابو اللبابه، وعندنا كمان مصطفى ابراهيم الشهير بدبشه. اشكرك يا كابتن محمد. وزي ما حضراتكم سمعتوا يعني نادي الزمالك ايضا بيضم مجموعه كبيره من اللاعبين الدوليين، اذا هي مباراه لن تكون سهله بالمره. خلينا نوضح لحضراتكم ان الفرقتين تلاقوا هذا الموسم مرتين، المره الاولى في نهائي السوبر المصري وفاز النادي الاهلي 3-1، ومباراة أول أمس وفاز نادي الأهلي أيضا 3-0، ولكن في مجموع المباريات 6 أشواط مقابل شوط واحد. ولكن النتائج يعني الحقيقة دايما في المباريات الكبيرة دي ما تبصش وراء، كل مباراة بحساباتها، كل مباراة بيكون ليها وضع خاص. نتمنى إن شاء الله النهاردة الفرقة تكون صحية فنيا وأيضا تكون صحية يعني في الروح. الروح أنا مواثق منها طبعا، الماسترز يعني طول الوقت حتى في الأوقات الصعبة بيكون روحهم يعني عالية جدا، ولكن إن شاء الله يكون يعني الأداء النهاردة روح وفنيات عالية عشان نحسم بإذن الله ولا نحتاج نروح لماتش ثالث. خلينا نروح لصالة الدكتور حسن مصطفى ومراسلتنا هنا بالقاسم كما عودناكم عشان ننقل يعني أحداث ما قبل المباراة أو تسخين اللاعبين والجديد في أرض الملعب. اتفضلي هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت من داخل صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر هنقول لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين وثاني مباريات بيست اوف 3 لنهائي بطوله الدوري للكره الطائره. الحقيقه انه في اجواء كبيره جدا داخل صاله دكتور حسن مصطفى، الفريقين الحقيقه في حاله تركيز شديده جدا. يعني النادي الاهلي طبعا عنده دافع للفوز في مباراه النهارده لحسم بطوله الدوري، ويمكن نادي الزمالك بيتمنى الفوز في المباراه النهارده عشان يلجا للمباراه الثالثه، لكن بقى ان شاء الله رجال الماسترز هيحسموها النهارده ويفوزوا في المباراه. يعني خليني اكلم حضراتكم عن استعدادات رجال النادي الاهلي. طبعا الفريق في معسكر مغلق من يوم الاثنين اللي فات، كان عندهم طبعا مباراتهم الاولى يوم الاربعاء ويوم الخميس اللي هو امبارح كان عندهم مران قبل صلاه المغرب، وكان بعدها طبعا في محاضره فنيه بالفيديو عشان بقى طبعا يتحدثوا عن كل الامور المتعلقه بمباراه النهارده ويدرسوا فريق الزمالك بشكل قوي استعدادا للمباراه. والنهارده كان عندهم مران بدني خفيف في صاله الجيم، وبعدها كان عندهم تاني محاضره فنيه بالفيديو. يعني الحقيقه الجميع في حاله من التركيز الشديد، ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا فيهم يقدروا يحسموا المباراه
لصالحهم. طبعا زي ما احنا عارفين ان سكواد او قائمه النادي الاهلي مكتمله الحمد لله ما فيش اي غيابات، فان شاء الله بقى يكونوا رجال كالعاده ونكون بنحتفل ببطوله الدوري عقب انتهاء المباراه. اما عن الزمالك فالحقيقه ان برده الجدول بتاعه كان قريب جدا من جدول النادي الاهلي، كان عندهم مران امبارح وبعدها محاضره بالفيديو، والنهارده كمان كان عندهم مران بدني في صاله الجيم ومحاضره بالفيديو. يعني زي ما قلت لحضرتك الجميع بيستعد على اكمل وجه، لكن عندنا ثقه تامه في رجال النادي الاهلي. طبعا بقى زي ما احنا عارفين ان مباراه النهارده بدون حضور جماهيري، يمكن الحضور بيقتصر بس على اعضاء مجلس اداره الناديين وبعض من اسر اللاعبين. يعني الحقيقه الاجواء داخل الصاله مليئه بالحماس والترقب، الكل بقى منتظر بدايه المباراه اللي خلاص في خلال دقائق قليله هتبتدي. وان شاء الله بقى احنا على موعد مع مباراه كبيره وقويه، وان شاء الله كلنا نستمتع ونفرح ونكون بنحتفل مع الاستوديو التحليلي بفوز رجال النادي الاهلي. طبعا مع حضرتك الكابتن هيثم لو عند حضرتك اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا بشكرك شكرا جزيلا، غطيت الحقيقه كل اللي احنا كنا ممكن نتساءل عنه وطمنا عن فرقتنا. الحمد لله الفرقه كامله بتستعد للمباراه، بس الحقيقه خلينا نروح لضيوفي كمان، مهم جدا نعرف توقعاتهم لمباراه النهارده. اكيد مباراه صعبه، ولكن خلينا نشوف ضيوفنا. كابتن رضا، مباراه النهارده شايفها ازاي؟ وطبعا يعني احتمالات او فرصنا للفوز شكلها ازاي؟ ان شاء الله النادي الاهلي يتوج بالبطوله النهارده مش من فراغ، من عده اسباب، منها ان انت النادي الاهلي منظم عنده بدل المركز 2 و3، فدي بتدي فرصه كويسه للمدرب او المدير الفني انه يقدر بيخلق حاجه من الانسجام، بيخلق حاجه من الدوران، ودي بتربك الفريق المنافس، يعني مش بيثبت التشكيل معين. بس كابتن الروتيشن ده ساعات بيكون يعني لو المدرب ما اجتش استخدامه بيحصل دروب في اوقات من المباراه، يعني ممكن لو دفعت بالروتيشن بيبقى، خلينا نتكلم من البنش بلايرز مش زي اللي بيبقوا اللعيبه الستاندنج بلايرز او اللي بتبتدي بيهم. انا معاك، بس هل ده بيتعرض، هل الروتيشن في النادي الاهلي عندنا الازمه دي ولا احنا الحمد لله ما عندناش؟ لا احنا ما فيش فرق خالص، اللي بره زي اللي جوه، بدليل انت مثلا عندك في مركز المعد في عندك عبد الله وحسام، ما يفرقوش عن بعض حاجه الا عبد الله بيفرق بالخبره شويه وحسام نفس الحمد لله يعني عبد الله يفرق شويه بالخبره، لكن هو الاثنين ماشيين كويس وطوال وشاركوا لعبوا كتير ماتشات زي كده، سواء دوليه او افريقيه او عربيه او الديربي ده اللي هو اهلي وزمالك، فده عنده من المميزات. الحاجه الاهم ان الراجل المدرب عنده ميزه حلوه جدا، اللي هو بيقدر ازاي بيفاجئ الخصم بالتشكيل. يعني اما تيجي تتفرج على المباريات اللي قبل كده، كان مثلا ما بيلعبش الحسيني في 4، كان بينزل عسران نعم واحمد عزب، الاثنين نعم بيلعبوا 4، عسران الماتش فات لعب 4 واحمد عزب بدا مع الحسيني في 4، نعم. تمام نعم. قبل كده في المباريات اللي انت تشوفها قبل كده، مثلا في الماتش بتاع السوبر اللي هو اللي احنا كسبنا فيه 3-1، عصران وعزب هما الاثنين بيلعبوا 4، فالنهارده هو ادرى واحد باللعيبه وحالتها الذهنيه والبدنيه وكل حاجه. بتختلف من الماتش للتاني يا فندم؟ طبعا طبعا بتختلف، ودي بتدي زي ما قلت لحضرتك ان هو بتدي له ايه؟ بتدي للخصم. انا ما انا بعمل دلوقتي الاناليسيس التحليلي اللي هو الداتا، باجي بعمل على مثلا على كابتن هيثم، بعمل تحليل كامل على كابتن هيثم بيشوط فين وبيعمل ايه ومسوي، اجي ابص في الملعب ماليش الكابتن هيثم، تربك حسابات، فدي ارتباك جامد جدا. وفي نفس الوقت مفيش فرق جامد في المستوى ما بين ده وبين ده، فان شاء الله عندنا ده مركز 4، وعندنا من المعدين وعندنا من الجزء الليبرو كويسين جدا، محمد والكولومبي ده ما شاء الله الاثنين كويسين. السنتر بلوك عندنا برضو من 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 اميز اللعيبه اللي جت في مصر كلها، صحيح اطول ناس بما فيها عب. طيب كابتن خلينا اللحظات تبتدي الماتش، بس خلينا نسمع كابتن محمد رايه ايه. استاذ حضرتك كابتن رضا، كابتن محمد راي حضرتك في المباراه النهارده ايه؟ ضربه البدايه ان شاء الله هتكون مهمه جدا بالنسبه لنا، الارسال هو خير وسيله للدفاع، لازم الارسال يكون الإرسال قوي جدا نعم. عشان من خلال اللعيب كل اللعيبه ارسال كل ده مهاره لكل اللعيبه، صحيح اللعيبه صحيح نعم. فالارسال ان شاء الله هو هيكون البدايه مهمه لينا ان شاء الله، هيسهل لنا وهيفتح لنا الجيم ونبدا نوقف النقاط القوه عندهم
منهم زي رضا وزي احمد يوسف وزي الليبي ابو البابا. هنبدا ان احنا ان شاء الله الجيم باذن الله سهل بالنسبه لنا. يعني كابتن، ايه اللي عمل لنا التميز في الشوط في الماتش الاولاني ومحتاجين النهارده نكرره تاني؟ الهدوء، وده كان باين قوي على مستر فرناندو. بصراحه هو كان حكيم جدا في قراراته، كان ان هو في التغييرات بتاعته كان تقيل، ولما كان السكور بيفرق ما كانش فيه مشكله بالنسبه له. فيعني التغييرات هتكون مهمه، زي ما كابتن رضا ما قال السته اللي بره هيبقوا مهمين جدا عشان ينزلوا يغطوا على زمايلهم اللي جوه في الملعب. فان شاء الله يعني بالتوفيق النهارده. كابتن محمد بشكرك، كابتن رضا بشكرك، اعزائي المشاهدين خلينا نطير لمجمع الدكتور حسن مصطفى ومعلقنا الكابتن اسامه ابو زين عشان ننقل لحضراتكم أحداث المباراة الأهلي والزمالك في جيم 2. كل التوفيق لفريقنا إن شاء الله، فإلى هناك.